ذكرتم في شرح حديث ابن عمر في اللعان أن اللعان يبدأ فيه بالرجل، فهل لو اتهمت المرأة زوجها يبدأ الرجل أم المرأة؟ لا لا، هذا ما ورد أنه يقام اللعان من اتهام المرأة، لا، إنما هذا باتهام الرجل فقط. نعم. تتم للجواب السابق إذا تاب بعد الملاعنة، فالحق للزوجة، يتصل بها وإما أنه تسمح له وإما أنها تطالب بإقامة حد القذف عليه، فالحق لها. نعم.